خضار الغلال، اللحوم الحمراء والبيضاء في بوان مارشي. وتوا لبوان مارشي. جولتنا اليوم بشكون في معتمدية العلام، باعتبار وأنه اليوم هو موعد السوق الأسبوعي في معتمدية العلام، مع سي نجيب السعيداني. سي نجيب، أهلا وسهلا ومرحبا. صباح النور حسام، قبل كل شيء نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يعيشك يا سيدي. شكرا لك. يعيشك يا سي نجيب. احنا موجودين الان في السوق الاسبوعي لعلاء. حركيه يعني خلينا نقول حسام متوسطه نوعا ما. الاسعار في المتناول. ممتاز. اعطيني اياك القفه يا حسام، خلينا باش ما نطولوش عليك. القفه ومدتها لك سيدي، يلا عبي كيما تحب. يلا يا بابا. فلفل حلو وحار من دينارين و800 لثلاثة دينارات. طماطم دينار و500 لدينارين و400. البصل دينار و500. البطاطا دينار و800. الجلبانة 4 دينارات ل4 دينارات و500. الفول دينارين. السنارية دينار و500. اللفت دينار و500. البسباس 800 دينار. الخس دينار. قراع دينارين. الكلافس معدنوس سلق سبناخ 500 ملي، ما نقولوهاش 500 دينار كما المره فاتت يا حسام، وهي زلت الحساب. ايوا الغلال نلقاو تومسون 3 دينارات و500. الحلو دينارين و500. التفاح 6 دينارات و500. البنان 9 دينارات. اللحوم الدجاج نلقاو دجاج مزرعه 9 دينارات و600. دجاج عادي 9 دينارات و300. دجاج حي 6500. سكالوب 16 دينار. اللحوم الحمراء حسام نلقاو العلوت 37 دينار، البرسني 36 دينار، المعزة 25 دينار، البقري نلقاو الهبرة ب 30 دينار بينما مخلط ب 25 دينار. لاحظنا وانه فما غياب الاسماك اليوم، ربما اني مشيت بكري للسوق يا حسام. أيوة. غياب الاسماك ما نعرفوش الاسباب، وفما غياب الاسماك. الرمارك الوحيدة اللي هو غياب يعني فما يعني الاشهار بالاسعار فوق يعني فوق الغلال او فوق الخضار، ما لقيناش يعني الاشهار بالاسعار. غياب الصحه زاد كذلك. أيوة. وغياب الرقابه الاقتصاديه. واضح. يعطيك الصحه سي نجيب، شكرا لك. هذه كانت جولتنا بالنسبه لليوم في السوق الاسبوعي في معتمديه العلا، فكره عامه على اسوام الخضار، الغلال، اللحوم الحمراء والبيضاء في بوان مارشي.